بدي احيي بصباح هذا اليوم الصحافي والكاتب السياسي علي ضاحي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك استاذ علي عبر راديو ام بي اس. صباحك وصباح المشاهدين المستمعين. شكرا، اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم معك هيك بدنا نناقش هيك ونستفسر ونفهم اكثر عن قانون ايسر، يا ريت هيك بتفسر لي عنه اكثر انا والمستمعين اذا ممكن. صحيح، هو قانون ايسر هو عباره عن قانون امريكاني صدر في القانون الاول 2019. نعم. بناء على مجموعه من الصور والوثائق الاعلام الامريكي الاعلام اللبناني عن مجموعه معتقلين يزعموا هم تفتيش دقيق يعني انه قضوا تحت التعذيب، ومن ثم انطلق يعني من 2013 لليوم ثلث من الإجراءات الكونغرس إقراره. نعم. ومن ثم صار حيز التنفيذ في مصلحة إيران، عمليا سينفذ يعني يبدأ ب 17 حزيران حالي. نعم. وهو ما بي يعني ما بي فعله مفعول رجعي عن السنوات اللي قبل، يعني من 20 كانون أول 2019. نعم. هلا في كمان غموض بهالموضوع، هل بيكون يعني بيشمل فترة 2019 20 كانون أول ولا بيشمل 17 حزيران 2020؟ هذا ما نعرف. هلا خطورة هذا الموضوع عن الناحية القانونية والعملية إنه أمام غامض، يعني هو بلش بشكل تدريجي حسب ما عم نحكى عنه، حتى بنص القانون ما في شيء واضح جدا انه في قطاعات اللي بيشملها القانون. هلا هو الامريكان لما اقروا مجموعه من المدافعين عن الثوره السوريه او المعتقلين بسوريا، انه هدفه لجم بين هلالين حتى ما نتبنى هاي الفكره. نعم. يعني في ناس لانه محل انقسام، في ناس مع بلبنان مع النظام السوري ومع الدولة السورية، في ناس مع المعارضة السورية، وبتصور خفت شوي إذا بدك بسبب الظروف اللبنانية والمشاكل اللبنانية الكثيرة. الحساسية بالتعاطي مع النظام وعدم النظام بظل تداعي سياسة ثنائي بين لك. هون حسب المرحلة الأولى من القانون طبعا متابع وحكيت من خبرة أنه هو يشمل المصرف المركزي السوري، وتداعياته للأسف مبارح يعني خلال يومين الليرة السورية ارتفعت من 1900 ليرة عندهم ل 2400 2500. الخوف عندنا اليوم من يوم الاثنين انه كمان تطلع الليرة اللبنانية تنط، يعني كمان الدولار لأنه حرج رح توقف، ممكن يصير 4500 و5000، يعني كلها هيدي بعدها غامضة. المرحلة الأولى من القانون حتى هي المصرف المركزي السوري وبعض قيادات النظام السوري. نعم. والمرحلة الثانية بيقولوا انه كل تعامل مالي مع النظام السوري سيعرض صاحبه للعقوبات، يمكن تكون شركة مصرف مركزي لبناني، يمكن تكون شركة تجارية محروقات، شركة أدوية، يعني منا واضحة شو المفاهيم. النقطة الثانية اللي هي متعلقة بالمعتقلين، يعني في مزج، يعني في مزج بين الجانب المالي العقوبات المالية والكشف مصير المعتقلين بسوريا او حماية المعتقلين. يعني هذا جانب كثير غامض وفصاد. بلد سوريا تشهد حرب اهلية من 10 سنوات، طبيعي هذه من مسؤولية الدولة والجهات الصليب الاحمر او الجهات الدولية اللي بتشتغل بسوريا ضمن اطار الدولة. هذا نقطة ما لها ربط، يعني ربطة بالموضوع المالي شوي غامض. يعني بالنهاية أي عقوبات أو أي قانون أو أي إجراء على أي دولة بالعالم، فنزويلا، سوريا، إيران، ليبيا، أفغانستان، عم تنعكس على الشعب. يعني اليوم من يحمي أي شعب أي دولة من أي قانون وتحت أي إطار؟ يعني من يمنح سلطة لأمريكا أو غير أمريكا، يعني دولة أي دولة بالعالم أن تأخذ قرار وحادث الجانب بتنفسه على أي دولة أو أي شعب؟ بينما في أمريكا نفسها اللي شفناه مع جورج فلويد يأكد توجيه المعايير، إنه هل هيدي يعني هل أمريكا اللي عم تقول إنه هي مع حقوق الإنسان وضد التمييز العنصري ومع حرية الشعوب، هل تمارس على شعبها ما تمارسه على الآخرين؟
نعم شفناه انه لا يعني اللي شفناه يعني ثورة امريكا الجديدة اليوم، مصر السنك الجديد، اورونزا مارك مختلفة، هون بخلينا نفوت بالجانب السياسي. انا برايي قانون ايسر هو قانون سياسي بامتياز، بطفي الحسابات مع كل حدا بيقول لا امريكا لا، بغض النظر كنا مع النظام السوري او ضد النظام السوري، ولكن لا نتبنى نحن يعني كشعب، نحن كشعب لبناني وكذا لبناني طبعا ضد الظلم، ضد اي احد، ضد الاحتلال، ضد الوصاية من اي دولة كانت، نعم، وضد اضطهاد الشعوب، يعني اي عقوبة اليوم تعرض طبعا. الشعوب نعم يعني. نعم طيب برأيك إنه قانون أيسر بيأثر على القطاع الاقتصادي؟ بلبنان حتما، بلبنان طبيعي، لانه انت لاحظت بالفتره الاخيره نعم. في شيء منسق، يعني صار في حكي عن سلاح حزب الله، حكي عن تهريب المازوت والطحين لسوريا، حركه المعابر بين الدولتين، علما انه التبادل التجاري بين لبنان وسوريا، يعني سوريا رئت لبنان، يعني احنا عندنا على حدودنا جنوبية عدو، واحنا بحالة حرب معه دائما، هو العدو الصهيوني. الجانب الثاني عندنا حدودنا الشمالية أو الشرقية على سوريا، سوريا هي رئتنا وعبورنا إلى الدول الأخرى، يعني احنا قبل 2011، قبل أدار 2011 نعم. كانت المنتجات اللبنانية، البضائع التجارية والسيما الزراعية منها وبعض المواد الغذائية كانت تصدر على من سوريا إلى الخليج، إلى العراق، إلى الأردن. فنحن بحكم المحكومين بالجغرافيا وبالتاريخ في علاقات جيدة مع سوريا، والتبادل التجاري يتم بضمن تداخل بين لبنان وسوريا، تداخل جغرافي بين القرى، والتبادل التجاري طبيعي، يعني مثل ضيعة أي ضيعة تم بلبنان في حركة تجارية بيناتهم، إنه أنا عندي خضرة، أنت عندك فواكه، أنا عندي خبز، أنت عندك طحين، تبادل طبيعي يصير. هل العقوبات تشمل هذا الموضوع؟ نعم. هون السؤال. السؤال الثاني الأساسي إنه لبنان وسوريا أصلا يعني بعد أزمة سوريا تطور من 2013 في ظل حكومة الرئيس مآتي، صار في شيء اسمه النقي بالنفس، يعني عمليا عدم إقحام لبنان بمشاكل بالمشاكل القانونية، يعني أو العقوبات، تحييد عن العقوبات اللي صارت من الاتحاد الأوروبي، من الخليج، ومن أمريكا على سوريا. التبادل الرسمي، يعني حتى التبادل الرسمي السياسي أو التبادل الدبلوماسي تقريبا شبه يعني بالحد الأدنى، يعني عم يصير اليوم بين لبنان وسوريا عمليا بسموه تعاطي أو تواصل الحد الأدنى من جهة بالملف الأمني عبور مثلا الإرهابيين بعد تحرير جرود 2014 و2013، صار في تنسيق امني بين الجيش اللبناني والجيش السوري، بين القوى الامنيه للتبادل مثلا تجار المخدرات، مهربين، توقيفات، يعني بالجانب الامني البحت، اما بالجانب الاقتصادي التجاري ما في يعني عمليا شيء رسمي بين الدولتين، اللي عم يتم من مثل اي دولتين جار ثاني، تبادل تجاري طبيعي. قانون ايسر حسب الخبره ممكن بشكل او باخر انه بمراحل، هو كمان لانه عنده شغلتين خطرين، انه غامض ما مش معروف بيشمل يعني اي نوع من التبادل او اي حركه، هو بيقول انه كل حدا يتعامل مع النظام السوري سيتعاقب. هلا شكل هالتعاون وحدود التعاون مش واضحه. نعم نعم. النقطه الثانيه بيقول عن مراحل انه هو قانون تدريجي. والنقطة الثالثة، وأنا البارح اكتشفتها يعني عم بحكي مع أحد المعنيين، قال لي إنه في بند بالقانون إنه يستمر إلى عام 2021، ولكن يملك الرئيس الأمريكي وحده صلاحية وقف العمل بأي وقت بهالقانون تحت أي شرط، تحت شرط تعديل سلوك النظام السوري. يعني انه هو بلحظة ما سياسية ما عمل صفقة، يمكن ربما اتفق مع النظام او رضى عن النظام، بوقف القانون. يعني هذه الطبيعة، يعني بايده هو يمشي الاشياء او يوقفها، يعني بهذا انه هذه انه عمليا يعني القانون بيكون، يعني هل بعد 3 سنين بيكون النظام السوري صار نظام ديمقراطي ونظام بيرجع 55,000 او 11,000 منطقة مثل ما قالوا على اساسه القانون؟ يعني هناك ازدواجية، هذه خطيرة.
واخطر شيء بشيء انه حدا بيجي بنصف حاله انه هو حاكم العالم، بيفرض القضاء على اللي بده اياه، بيستثمر اللي بده اياه، بيحدد هذا منيح، هذا ادم خواجه كويس، هذا مش كويس، هذا ديمقراطي، هذا مش ديمقراطي، هذا حر، هذا مش حر، هذا قتل فلان، هذا ما قتل فلان. يعني هذه خطوره الموضوع، انه حدا عم يجي اللي يفرض عليك كل شيء، حتى نمط الحياه، حتى اذا بدك تتعامل بالدولار مثلا، انه اي دولار بتحرك بده يعرف فيه لمين راح ومن اجى. هذه كل الاجراءات، هذه عمليه شرطه العالم الامريكي، يعني بتنصب حاله شرطه العالم، بتحكم بكل مفاصل الدول. وهذه خطوره الامر. لكن هيك ممكن استفسرنا شوي وعرفنا اكثر عن قانون ايسر من خلالك استاذ علي ضاحي. انا بدي اتشكرك كثير على انضمامك لنا بصباح هذا اليوم. شكرا لك، على امل اكيد انه يكون في لنا لقاءات وناخذ رايك باشياء ثانيه بالحلقات اللي جايه. اهلا وسهلا فيك. انا بتشكرك و... شكرا. كنا خفيف على المستمعين، وشكرا جزيلا لكم على يا اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يا هلا. حياتي لك.